المزيد حول حركة دخول المساعدات واستقبالها يطلعنا عليها مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين، ما زلنا في متابعة مستمرة لإدخال المساعدات الإغاثية المختلفة للأشقاء في قطاع غزة. نتحدث عن إدخال عدد كبير وآلاف الأطنان من الشاحنات وأيضا المواد الإغاثية من مواد غذائية ومستلزمات طبية. يعني ربما حتى هذه اللحظة منذ بداية العدوان على الأشقاء في قطاع غزة دخل إلى داخل القطاع أكثر من 20,000 طن من المواد الغذائية وأكثر من 20,000 طن من المستلزمات الطبية، بالإضافة لما يزيد عن 11,000 طن من الوقود. هذه بالطبع يعني ربما الأشياء الأساسية التي يحتاجها الآن القطاع أو الأشقاء في قطاع غزة. بالإضافة لذلك أيضا نتحدث عن خروج من الناحية الأخرى، عن رقم يزيد عن 4,000 من المصابين من الأشقاء في قطاع غزة ليتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية التي حددتها بالطبع وزارة الصحة، سواء في العريش أو بئر العبد أو حتى في القاهرة بشكل عام مثل القصر العيني ومعهد ناصر. اما اذا تحدثنا بشكل عام عن يعني التفاعلات العالمية والمجهودات المصرية في التعامل مع القضية الفلسطينية، فنرصد بالطبع المجهودات المصرية حول الوصول لوقف دائم ومستدام لاطلاق النار، وايضا المحاولات الاخرى من الامم المتحدة واليونيسيف التي يعني وجهت قوات الاحتلال باهمية تيسير دخول المساعدات. وبرغم عرقلة قوات الاحتلال لدخول هذه المساعدات بشتى انواعها، الا ان المجهودات المصرية لا تتوقف، حتى أن في أيام العيد فقط دخل ما يقرب من 1,000 شاحنة من المساعدات الإغاثية المختلفة إلى الأشقاء في قطاع غزة، فضلا بالطبع عن استمرار مطار العريش الدولي في استقبال عدد كبير من الأطنان وألاف الأطنان من المساعدات المختلفة من يعني مواد غذائية ومستلزمات طبية، وأيضا بالإضافة أيضا لمطار العريش الدولي أيضا المجهودات الخاصة بالإسقاطات والإنزالات الجوية للمساعدات على شمال قطاع غزة. بشكل عام يعني المجهودات المصرية من معبر رفح المصري لم يغلق أبوابه منذ اليوم الأول للتخفيف عن كاهل الأشقاء في قطاع غزة. هذه نقطة. النقطة الأخرى أيضا المجهودات الدبلوماسية، خصوصا حتى مع اضطراب جميع الأوضاع وأيضا الحدود في البلاد المجاورة، إلا أن القضية الفلسطينية كما ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل هي قضية القضايا. والآن عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى.